مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم، والتي تابعت العديد من الموضوعات. ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية، حيث نقل موقع التغيير نت عن مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن العقيد المهندس قائد هيثم حلبوب مطالبته المنظمات والدول المانحة بدعم اليمن للتخلص من الألغام ومخلفات الحرب التي أصبحت تهدد كل منابع الحياة، مجددا مطالبته للحكومة بضرورة وضع خطط وآليات عمل لتطهير المحافظات من الألغام ومخلفات الحرب التي بات وجودها حاصدا لأرواح البشر. وقال العقيد حلبوب إن إجمالي ما تم رفعه من الألغام ومخلفات الحرب حتى مايو الماضي في المحافظات عدن ولحج وأبيد وبعض مديريات تعز بلغ 31,870 لغما وعبوة ناسفة، في حين بلغت مخلفات الحرب التي شنتها الميليشيا على هذه المحافظات 17,510 قطعا متفجرة تراوحت ما بين مقذوف وصاروخ وعبوة وغيرها من المتفجرات المتنوعة التي تعاملت معها فرق نزع الألغام في عدن. وأضاف هيثم إن الميليشيات قامت بزرع الألغام المتنوعة وبشكل عشوائي، بينها الألغام المحرمة المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، علاوة على ألغام مبتكرة خداعية محلية الصنع إلى جانب الألغام المضادة للدبابات. موقع المصدر أونلاين تابع آخر تطورات مشاورات الكويت وقال انعقاد جلسة مباشرة بين وفدي الحكومة والإنقلابيين في الكويت دون إحراز تقدم. ومن التفاصيل نقرأ عقدت الأطراف المشاركة في مشاورات الكويت في مشاورات السلام بدولة الكويت جلسة مباشرة برعاية المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد بعد توقف دام أكثر من أسبوعين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه أن اللقاء كان متوترا بدرجة كبيرة بين الطرفين وشهد مشادات فيما لم يقدم المبعوث الأممي أي جديد بخصوص ردم الهوة. ووفقا للمصدر فقد أرادت الأمم المتحدة الإعلان عن استئناف المشاورات المباشرة فقط دون وجود أرضية. وإلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان مصدر أمني لعدن تايم ضبط 3 إرهابيين خلال مداهمة المنصورة، وعنوان آخر لحج الأجهزة الأمنية تضبط شاحنتين سطى عليها مسلحون، وعنوان من سيئون خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة في وادي حضرموت. ومن أبين المقاومة في لودر تمهل القاعدة 3 أيام لإعادة ضابط مختطف إلى أهله سالما. اليمن تفكيك الحرب بالحيلة، تحت هذا العنوان كتب السوري بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد، وأعاد موقع الموقع بوست نشره. وقال الكاتب انطلق منهج إسماعيل ولد الشيخ من قاعدة إبقاء المباحثات مفتوحة حتى إشعار آخر، ورفع شعار ممنوعة العودة من الكويت بإعلان فشل حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. ويمكن أن ينسب لهذا المنهج أنه حقق نجاحا مهما، ففي موازاته كان الرهان على الحسم العسكري يتراجع لدى جميع الأطراف، وتبين بعد شهرين من المباحثات اتساع رقعة المساحة فوق طاولة التفاوض وتراجعها على أرض القتال. أدرك ولد الشيخ أن انتزاع اتفاق مكتوب ينهي الحرب في هذه الفترة ضرب من المحال، ولذا لجأ إلى تكتيك جديد وسار على طريق آخر بالالتفاف على عقدة الموضوع وهي الحرب، فعمل على مراوغتها والتحايل عليها. وبما أن الحرب خدعة فلماذا لا يكون السلام كذلك؟ عدا عن أن السلام لا يأتي بالضرورة حصيلة نهائية للمفاوضات، وإنما يمكنه أن يكون نتيجة لتفكيك الحرب بالحيلة، وهو أمر لا يبدو أنه بعيد المنال. وإلى موقع الموقع بوست الذي ركز على مدينة عدن وعلق رمضان استثنائي في عدن بسبب تفاقم الأزمات.
وقال الموقع بوست: سكان مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد يعيشون مع شهر رمضان المبارك هذا العام بفرحة غير مكتملة جراء الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المحافظة. ويضيف الموقع: تشهد المحافظة أزمة خانقة لنقص المشتقات النفطية انعكست بدورها على قطاع الكهرباء، والذي يعاني هو الآخر من عجز في التوليد، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات من العمل. يتابع الموقع بوست: تعد خدمة الكهرباء بالنسبة لسكان المدينة الساحلية خدمة أساسية وضرورية للعيش، وذلك لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد التي تساعد على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، حيث تبلغ درجة الحرارة 42 فيما تتجاوز درجة الرطوبة 90 درجة. موقع يمن مونيتور تابع موضوع مغادرة المخلاف الكويت إلى الرياض، وعنوان: رئيس وفد الحكومة يغادر الكويت ومصدر ينفي علاقة ذلك بمسار المشاورات. يقول الموقع: غادر عبد الملك المخلافي رئيس وفد الحكومة التفاوضي دولة الكويت إلى العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع استئناف جلسة مشاورات مشتركة بين طرفي الأزمة. وأكد مصدر في مكتب وزير الخارجية ليمن مونيتور أن زيارة المخلافي للرياض ليست اعتراضا على جلسة المشاورات ولا علاقة لها بذلك، بل كان مرتبا لها من قبل تحديد موعد الجلسة. وقال المصدر إن وزير الخارجية سيلتقي برئيس الجمهورية خلال الزيارة وسيطلعه على تطورات المشاورات، كما أن مقر وزارة الخارجية المؤقت في الرياض ومن الطبيعي أن يعود الوزير إليه. حلم اليمنيين ومشاريع التدمير. تحت هذا العنوان كتب شمسان عبد الرحمن مقاله المنشور في موقع التغيير نت، وقال الكاتب: الحكومة الآن في عدن، وباعتقادي أن على الجميع التعاون والتعاطي معها بمسؤولية، حتى من لديه مشاريع مستقبلية يجب أن يتعاون، ويجب أن يدرك أن تجاوز الواقع مسألة ذات مخاطر جمة في الحاضر والمستقبل. إن من يحملون مشاريع التدمير لا يمكن لهم أن يستمروا، ولذلك لا يستغرب أحد أن هناك من يلتقي مع الحوثي وعفاش في مشاريع التدمير، وهم بذلك يعتقدون أنهم يؤسسون لمشاريع المستقبل. لا يمكن لمشاريع المستقبل أن تتم على يد أحد يمارس التدمير حاليا. مشروع المستقبل الوحيد هو في الدولة الاتحادية. ربما يرفض البعض هذا الأمر حاليا، ولكن وبالعقل المجرد فاليمن انتظر عقودا ليصل إلى ما وصل إليها من مخرجات للحوار الوطني، والتي تتحدث صراحة عن الدولة الاتحادية. ومهندس هذا المشروع هو الرئيس هادي، الذي تضع معظم القوى الخيرة ودول المنطقة والعالم يدها في يده نحو إنجاز هذا المشروع. وما يحدث على يد المخلوع وعصابات الحوثي وبعض القوى الجنوبية ومن ورائهم إيران، ما هو إلا مشاريع التدمير التي تحدثنا عنها، والتي تحاول منع مشروع المستقبل المشرق لليمن. وإلى الاشتراك نت، والذي عنوان: خلافات في وزارة الصحة تعيق زارعي الكلى والكبد الحصول على عقار السلسليب. وقال الموقع إن آلافا من مرضى الكلى والكبد في عموم البلاد يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية التي تصرف مجانا من وزارة الصحة شهريا عبر مستشفيات الثورة والجمهورية بالعاصمة صنعاء. وأفاد أحد المرضى للاشتراك نت بقوله: شخصيا انقطع استخدامي للدواء المذكور منذ 10 أيام، وذلك بعد ذهابي للعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف الدواء، إلا أنني لم أحصل عليه من الصيدلية المركزية المسؤولة عن صرفه في المستشفى الجمهوري. ويتابع الموقع: المسؤول في الصيدلية قال لي ولعدد كبير من المرضى المطالبين بالعلاج أن الدواء لا يتوفر حاليا، موضحا أنه كلما تواصل بمسؤول الصيدلية بشأن العلاج يرد بالنفي عن عدم توفره. وقالت مصادر طبية للموقع إن العقار متوفر في مخازن الوزارة، مبينة أن خلافا بين مسؤولين من قيادة الوزارة حال دون عملية توزيع العلاج المجاني للصيدليات المركزية وصرفه للمرضى، الأمر الذي تسبب في تهديد الآلاف منهم بالموت. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونطالع أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، ونبدأ من صحيفة عكاظ السعودية والتي تابعت أوضاع تعز وقالت ميليشيا الحوثي تجدد قصف تعز. تقول التفاصيل، قصفت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح مناطق متفرقة في مدينة تعز مستهدفة أحياء من بينها الروضة والزهراء والشماسي وقلعة القاهرة. في غضون ذلك اندلعت اشتباكات في الجبهة الشرقية بالمدينة إثر هجوم لميليشيا الحوثي وقوات صالح على مواقع المقاومة والجيش الوطني. تتابع الصحيفة، يواصل الحوثيون قصف مدينة تعز قصفا مكثفا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية رغم هدنة دخلت حيز التنفيذ يوم 11 من إبريل الماضي، فيما تستمر المعارك شبه اليومية في المدينة. وإلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت والتي تابعت ما تتعرض له مدينة تعز من قصف وتدمير، وعنونت الميليشيا الحوثية تقتل 61 مدنيا في تعز وتصيب 888 آخرين خلال الشهر الماضي رغم الهدنة. تقول القدس العربي إن هذه العمليات تعد خرقا واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويأتي بالتزامن مع مباحثات السلام في الكويت. وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز أن 61 مدنيا قتلوا وأصيب 808 آخرون جراء عمليات القنص والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية التي تشنها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الإنقلابية خلال شهر مايو الماضي. وقال الائتلاف الإغاثي في تقرير إن 10 منازل على الأقل تعرضت للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة من قبل الميليشيا الإنقلابية في مناطق صالة حسنات والمكلكل وحي الجحملية شرقية مدينة تعز، بالإضافة إلى تعرض 33 منزلا في أحياء مختلفة من المدينة للتضرر الجزئي جراء القصف العشوائي. وذكر الائتلاف في بيان أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال متقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية في ظل الحصار الخانق الذي لا تزال الميليشيا الإنقلابية تفرضه على مدينة تعز منذ أكثر من عام. صحيفة السياسة الكويتية قالت إن خلافات بين الحوثيين في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف أدت إلى مقتل 4 منهم وإصابة 6 آخرين ينتمون إلى منطقة الحيمتين التابعة لمحافظة صنعاء، كما أصيب قيادي حوثي قبل يومين في منطقة معمرة بمديرية المتون على خلفية قضية ثأر قبلي. وعن ذات المحافظة تنقل الصحيفة عن المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبدالله الأشرف السياسة أن غالبية مناطق المتون والمصلوب والغيل باتت تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني، مضيفا أن قوات صالح والحوثي في أضعف مرحلة حاليا ولم يتبقى تحت سيطرتها سوى مديريتي المطمة والزاهر. وأوضح أنه إذا ما تمت السيطرة على هاتين المديريتين فإن منطقة أرحب بمحافظة صنعاء وحرف سفيان بمحافظة عمران ومنطقة برط من جهة خب والشعيف ستكون في مرمى نيران المقاومة. عن الإشكاليات التي تمنع قيام الوطن العربي بعمل وحدة اقتصادية أو سياسية حقيقية، كتب محمد عبد الحكيم دياب مقاله المنشور في القدس العربي، وقال دياب في أجزاء من مقاله: أولها المحنة الشاملة والعميقة التي تواجه قارة عربية ممتدة على مساحة تزيد على 13 مليون كيلومتر مربع، تبدأ في أقصى المشرق على تخوم إيران وشواطئ الخليج العربي، وتنتهي في أقصى المغرب على سواحل المحيط الأطلسي. وأخطر وأهم وجوهه هو فساد العملية التعليمية واعتماد برامج التعليم ومناهجه على إشاعة الثقافة الاستهلاكية وتجاهل التاريخ الوطني في تربية النشأ وتشويه القضايا الوطنية والقومية والإنسانية. وترتب على ذلك أن تحل إسرائيل محل فلسطين ويحل العالم العربي بديلا عن الوطن العربي،
وقام على إضعاف روابط الانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمة، وعلى نشر وتعميم مصطلح الشرق الأوسط لدمج الدولة الصهيونية في المنطقة وشطب فلسطين من الخريطة الجغرافية والسياسية إلى الأبد. وكان ذلك واستمر عملاً ممنهجاً انتهى بتعميم الاسم المطلوب، تأكيد التقسيم الجاري وتبريره والدفاع عنه، وتوزيع كتلة بشرية كبرى تجاوزت 400 مليون نسمة على كانتونات وكيانات مذهبية وطائفية وعرقية وعشائرية تتطلع دائماً إلى الخارج بحثاً عمن يدافع عن وجودها الهش. إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي تابعت ما يجري في مدينة عدن وعنونت: انفجار في عدن واستمرار ترحيل مواطنين منها. وتصف الصحيفة الإماراتية من يقومون بعمليات الترحيل بأنهم مجموعات مسلحة تنتمي لقوات الحزام الأمني. وقالت الصحيفة إن هذه الجماعات تقوم بترحيل مواطنين من أبناء المناطق الشمالية باليمن خلافاً لتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبعد يوم من تجديد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن ضغر على وقف أعمال الترحيل. ومن عناوين الصحيفة: حملة أهلية لإزالة المخلفات من شوارع صنعاء. وإلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي عنونت: فرنسا تدعو إلى التهدئة بين الأمم المتحدة والسعودية بشأن اليمن. وقالت التفاصيل: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرلوت إلى القيام بكل ما هو ممكن لتهدئة الخلاف بين الأمم المتحدة والسعودية حول انتهاك حقوق الأطفال في اليمن، مشيرا إلى أن فرنسا يمكن أن تساعد في ذلك. وقال الوزير الفرنسي: أرى أنه يجدر القيام بكل ما هو ممكن لتهدئة الخلاف ولمساعدة الأمم المتحدة على القيام بمهامها. وقال الوزير: فرنسا يمكنها أن توصل رسالة، وهي تفعل ذلك، وسبق أن ساعدتنا على التوصل لحلول حين ينشأ توتر بين بعض الدول والأمم المتحدة. غير المرغوب فيه. تحت هذا العنوان كتب الأردني خيري منصور مقاله عن غير المرغوبين لدى السلطة، وقال الكاتب: قبل أن يهتدي ريجي دوبري إلى هذا العنوان، استبقته إليه مؤسسات أمنية عربية، وكانت عبارة غير المرغوب فيه تعني الإقصاء. إذا كان المثقف المقصود يعيش في بلد آخر غير بلده، أو التهميش إذا كان يعيش في وطنه، ولا بد أن يكون من اقترح هذا التوصيف على قدر من الخبرة في المجال السيكولوجي، لأن غير المرغوب فيه تستدعي على الفور إلى الذاكرة نقيضها، وهو ذلك المرغوب فيه، أي الذي استوفى شروط القبول وفي مقدمتها شرط التدجين ونزع الدسم، بحيث يتحول إلى ما يشبه توصيف الماء في علم الكيمياء، وهو أنه عديم اللون والطعم والرائحة، رغم أن الماء كما انتهى إليه من تلوث وشحة في عالمنا العربي أصبح ذا لون وطعم ورائحة أيضا. المثقف غير المرغوب فيه هو الذي اقترف جريمة الاختلاف وعدم التأقلم على حساب وعيه، وانتقلت عدوى عدم الرغبة من مؤسسات أمنية إلى مؤسسات اجتماعية، قد تكون العائلة إحداها. لهذا يستحسن الابتعاد عن مثقف يسبب الصداع لمن يعانون من فائض الخمول والاستنقاع. أما المرغوب فيه فهو ليس فقط لين العريكة كما كان أجدادنا يصفونه، وذلك الذي صدق بأنه سيصبح مثاليا، إذ لم يكن لينا فيعسر أو صلبا فيكسر. وباختصار فإن نموذج المرغوب فيه المطلوب تعميمه هو الببغاء الذي لا يقول شيئا بل يردد صدى ما يسمع. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.